منهج اي اعلامي دلوقتي الامر عنده سلس وسهل جدا عشان اعمل مشاهدات، عشان افضل مستمر حتى لو عندي اخطاء تاريخيه كبيره جدا، اعمل ازمه مع النادي الاهلي وجماهيريه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي واصطاد في الماء العكر. ده منهج معروف جدا، ولكن باتشيكو كان تاثره صعب شويه لان باتشيكو كان على ارض الواقع بالفعل كان يطمح انه يحقق حاجه قدام النادي الاهلي، فاكتشف انه فاشل على انه يحقق ده، لذلك كانت فرحته مبالغ فيها جدا بعد الفوز في مباراه الدوري اللي هي كانت تحصيل حاصل بالنسبه للنادي الاهلي. لكن اضافه برضو نرجع لمرجوعنا عن فكره المنتخب، ان نادي بيراميدز ما كانتش الواقعه الوحيده ايام كارلوس كيروش، لا ده كمان ايام حسام البدري، وكابتن حسام البدري كان رئيس تنفيذي لنادي بيراميدز ولكنه تولى تدريب المنتخب المصري. استدعى 7 لاعبين لمعسكر المنتخب من اجل الاستعداد لمباريات كينيا وجزر القمر في تصفيات افريقيا 2021، وكان في مباراه وديه باقي عليها 48 ساعه مع ليبيريا. اللي حصل ايه؟ اتاخر انضمام ال7 لاعبين. عمل ايه الكابتن حسام البدري؟ تم استبعاد لاعبي نادي بيراميدز، قال لك انا هلعب منتخب مصر بدون لاعبي نادي بيراميدز. يعني اعفاء بيحصل لنادي بيراميدز، تاخر على منتخب مصر حصل مع نادي بيراميدز، ولكن باتشيكو عاوز يعني يفرغ طاقه نفسيه سلبيه تجاه النادي الاهلي بترضي بعض الناس وبيشوفوها انها بطوله تستحق ان هو يستكمل مشواره مع الفريق. لكن موضوع المنتخب ده موضوع كان حديث الساعه. وليه حديث الساعه؟ لان الامر لاول مره يتعلق بالنادي الاهلي. ليه؟ بقول لك لاول مره الامر يتعلق بالنادي الاهلي. لما حصل استثناء مع نادي بيراميدز في البطوله العربيه ما وقفناش عند القصه دي خالص، عدينا الامر. الفكره كمان لما حصل استثناء مع رويال فيتوريا حذرنا وقلنا جرس انذار. المدير الفني اللي يمنح استثناء لنادي عليه انه يتحمل تبعات ذلك، لان تبعات ذلك هيتم ايه؟ مقارنه الامور ببعضها لما يحصل نفس المواقف المشابهه. لكن الحقيقه الغريب ان كابتن حازم امام ايضا طلع بعد خساره المنتخب المصري امام تونس يدوروا على الشماعه اللي يعلقوا فيها الهزيمه. مهنا مش هقدر زي مارسيل كولر كده اطلع اقول علينا ان نجتهد اكتر. كان في اخطاء تحكيميه ولكن علينا اننا نعتمد على انفسنا، عندنا شغل كتير لازم نقدمه، عندنا لازم نلمس ارض الواقع. المدير الفني الواضح الصادق المتصارح مع نفسه ومع جماهيره هيقول الكلام ده، لكن رويال فيتوريا ادى نموذج في اول سقطه في النتائج الحقيقه. يعني بعد 9 مباريات هو عامل 8 نتائج جيده مع فرق خلاص يعني اقوى، كان منتخب بلجيكا الودي، ولكن اول اخفاق ظهرت صوره انا بشوف انها ممكن تؤثر على مشوار المنتخب المصري، هي صوره الشماعه. واستعان بالكابتن حازم امام المشرف على المنتخب في تصدير الشماعه مع شله الاعلام الاصفر اللي احنا بنتكلم عنها بوضوح شديد جدا ان النادي الاهلي وراء اخفاق المنتخب المصري امام المنتخب التونسي. تعالوا نسمع كابتن حازم امام عشان عندنا فقره مهمه جدا نتناولها ونوضح الصوره للراي العام. الاجواء المحيطه بالمعسكر يعني برضه ما لما اللعيبه بتشوفه بتقرا يعني ده الاجواء بتاع المعسكر ده يعني ناس مش كلها مركزه في المنتخب زي كل معسكر، ناس كلها مش كل الناس عندها الهدف ان انت تشوف اللعيبه كلها وتلعب مع اللعيبه كلها وان عندك ماتشين مهمين وماتش تنس ماتش ودي مهم، لا يعني ناس كتير كانت بتطلع تقول الماتشات الوديه دي كان مش مهمه قوي مش عارف ايه، اللعيبه تريح اللعيبه تيجي مش عارف، ده برضه خد من اللعيبه شويه اكيد طبعا لان انت في الاخر دي ماتش بيتحسب عليك وماتش مهم جدا، فهي ظروف الماتش ده ما اعتقدش انها هتتكرر تاني، فالواحد زعلان وزعلان الناس زعلانه، بس ده يا جماعه ده مش مستوى مصر الطبيعي وده مش الحاله الطبيعيه لعيبه زائد ان في برضه عدد كبير من اللعيبه غايبه، لعيبه الاهلي كلها مش موجوده، عدد كبير من اللعيبه مش موجوده. طب طبعا ما بقول لك عشان كده احنا الفترة الجاية هيبقى دايما المنتخب الأولوية لمنتخب مصر كل المعسكرات الجاية اللعيبة تركز في الماتشات، لأن أنت في الآخر الناس النهارده هتطلع تقول إيه منتخب مصر وحش، منتخب مصر خسر، منتخب مصر ما قداش، ما طبيعي يعني عندي عوامل كتير قوي تقلل إن أنا أقدر أكسب النهارده مع فرقة جاية مركزة كل اللعيبة عناصر بتاعتها موجودة في المعسكر. هل موضوع لعيب الأهلي أخذ من تركيز الناس والمجتمع والوسط الرياضي، ولا كانت الأمور متهندلة من الأول ما بين حضراتكم كإدارة؟ لا احنا مهندلين مع الناس وكل حاجة، مع الناس مع النادي الأهلي احنا ما عندناش مشاكل، ومع الزمالك قبليهم ومع الأهلي احنا دينا
مدينا هدينا لكل الانديه اللي هي عندها كان مشكله او عندهم ماتشات بتيجي، وودينا يعني عملنا ما نقدر نعمله. ويمكن ده النهارده احنا خسرنا مثلا، فالناس يقول لك انتوا خسرتوا ماتش مهم كنت خدت لعيبه الاهلي، بس الاهلي عنده بطوله تمام خلاص تمام، ربنا يوفقهم ان شاء الله وياخدوها بحسب للاهلي وبحسب لمصر. لكن ده المعسكر الجاي احنا بقى لازم احنا كل الناس يبقى تركيزها لمنتخب مصر. فاحنا عملنا اللي علينا مع الانديه، نعملنا الفتره الجايه، الفتره الجايه هي الاهم. احنا عندنا زي ما بقول لك تصفيات كاس عالم شهر 11 وشهر 12 هنخش معسكر بطوله افريقيا. فاتمنى ان يبقى كل الناس تطلع دايما تبقى التركيز لمنتخب مصر في المعسكرات، يبقى التركيز دايما لمنتخب مصر في الماتشات. بص خلينا نتفق ان الكلام ده خطر جدا على المنتخب المصري، لما تكون دي ثقافة المشرف على المنتخب وكمان بتتطابق مع ثقافة المدير الفني فلازم تقلق. بالتأكيد احنا عارفين وبنقول، وده اللي أكده الأزمة الأخيرة، ان منتخب النادي الأهلي بخير، منتخب مصر بخير. الجملة اللي انا بقولها دايما ودايما البعض يعني بيسخر منها، لكن هي دي الواقع وده الحقيقي على مدار التاريخ. وكل اللي حصل في الفترة الأخيرة بيؤكد ان منتخب مصر بدون لاعبي النادي الأهلي في مشكلة. لكن لو احنا عايزين ننخدع احنا كمان هنردد الكلام ده ونستغل الفرصة، لكن للأمانة منتخب مصر فيه مشكلة فنية حتى مع وجود لاعبي النادي الأهلي، حتى مع وجود لاعبي النادي الأهلي، حتى مع وجود المحترفين. وده اللي لازم نواجهه كمنتخب مصر لو احنا حريصين بالفعل على سمعة منتخب مصر، لو احنا بالفعل عاوزين نرجع مرة أخرى نحقق بطولة أفريقيا المقبلة دي بعد الإخفاق فيها على مدار 10 سنوات. لازم نواجه نفسنا ولازم نشوف أخطائنا الفنية، ولازم نعرف إن الشماعات مش هتنفع حد، الشماعات هتديك مسكن بس للنهارده. يعني كابتن حازم امام طالع بعد معسكر المنتخب الحالي فقط يقول لك الاولويه بعد كده المنتخب. ده كابتن حازم امام ده اللي اتشكر على الهوا في قناه نادي الزمالك لما فعله مع نادي الزمالك في نفس الفريق مع نفس المنتخب مع نفس المدير الفني. تذكرت الان فقط ان الاولويه للمنتخب. طب ده النادي الاهلي على مدار تاريخه طول الوقت الاولويه للمنتخب. أنا خسرت دوري 84 لأن كانت الأولوية للمنتخب، خسرت دوري 88 لأن كانت الأولوية للمنتخب، طلعت من الكونفدرالية أمام فريق أنجولي بعد ما كنت فايز عليه في الذهاب لأن كانت الأولوية للمنتخب، وكان كابتن حسن شحاتة واخد أهم نجوم الفريق لأداء مباراة ودية مع سلطنة عمان. 2009 كمان بطولة العربية الأولوية كانت للمنتخب، واللي حصل لي خلال الموسم، كأس العالم للأندية كانت الأولوية للمنتخب، وأنا بلعب بدون 15 لاعب. فما ينفعش تجيلي النهارده وتقول لي من الان الاولويه للمنتخب، لا، الاولويه للمنتخب طول الوقت طول الوقت. لكن الحقيقه اللي كان بيحصل على مدار طول الوقت استثناءات بتقدم على مدار تاريخ من الستينيات، ونجوم نادي زمالك تروح تلعب مباراه وديه والمنتخب بيلعب مباراه رسميه. 2014 بيلعب مباراه في دور ال 32 الكونفدراليه وميدو مدير فني للمنتخب، وكابتن شوقي غريب سمح للاعيبه المنتخب تروح لنادي الزمالك. ففين الاولويه للمنتخب؟ انت جاي تكلم النادي الاهلي اللي بيدفع ضريبه وعاوز تلبس النادي الاهلي قصه الاداء السيء امام منتخب تونس؟ اعتقد ده غير مقبول وغير مسموح. احنا كلنا مع منتخب مصر، وفكره الناس اللي بتدير منتخب مصر ربما تؤثر بعض شيء في الغياب الجماهيري اللي شفناه. فانت لو عايز تحقق نجاحات بلاش تدور على شماعات، دور على الاخفاق الحقيقي، دور ازاي انفضت الجماهير حول المنتخب، دور مين اللي بدا يمنح الاستثناءات، خاصة إن الكلام ده جاي بعد هزيمة. فواضح جدا إن الناس كانت عايزة يا فارس تشيل النادي الأهلي كده شيلة مش شيلته. وعشان كده أنا سعيد جدا باللي عمله النادي الأهلي، والمرة دي سعيد إن النادي الأهلي لم يبتز بالشعارات، ولم يبتز إن هو يقبل معايير تسري عليه وحده دون غيره. وبقول هو ده الصح، لأن أنت أول حد بتدعم تاريخيا، والمواقف اللي ذكرت دي اللي تضررت فيها، بس ما أكثر المواقف اللي كان ممكن تتضرر منها. ليس كل ما يعرف يقال، وان انت بتروح تلعب مونتريل اللي كسبك قبل كده بخماسية، وانت عندك لاعبين مجموعة كبيرة جدا مش موجودين معاك، وانت كابتن إيهاب جلال بيصر اللي هو ماشي اصلا، اللي هو ما بقاش موجود، اللي اتحاد الكرة خد قرار انه كده كده ماشي، ويصر ياخد لعبتك وانت عندك ماتش في الدوري. فكم المباريات اللي اساسا كنت حليف الحظ فيها ان انت ما تتضررش منها وانت ضحيت عشان المنتخب. ولكن هنا القصة أكبر بكتير جدا، وهي انتقائية كابتن حازم إمام. وأنا بشوف إن اللي بيحصل ده شيء صعب جدا، واللي بيعمله كابتن حازم إمام يعني عدي الموقف ده يا أخي، عديه.
يعني كان عندك موقف قبله مع الزمالك وبتتشكر وبتاخد موقف انحيازي واضح وصريح وانت اللي حطيت القاعدة، وتتحط في موقف تاني ما تجيش تزايد بقى على الاهلي وترميها. انت اكتر واحد كان لازم تبعد خالص في الموقف ده، سيب حد غيرك يتكلم، مع ان انت كنت نفس الاتحاد اللي هنقول لك انك غلطان، بس يبقى حد غيرك، ما تبقاش انت نفس الشخص. وسبحان الله في نفس المكان هنا من سنه قلت الروي فيتوريا رساله والاتحاد الكره رساله، يمكن حتى لقيت الناس بتفكرني بيها، انا والله ما كنت فاكرها لان حتى كتبتها وقتها، ان انا واثق ان هيمر الوقت ويحصل نفس الموقف وتحصل نفس المعطيات، والنادي الاهلي لو تمسك بحقه هتطلع الناس تزايد عليه وهتطلع الناس تبتزه بشعارات الوطنيه، مع ان انت مع نادي الزمالك اتصرفت تصرف مغاير تماما وقلت لا يمكن النادي الاهلي يقبل بده، وحصلت وفعلا طلعت الناس تبتزك وطلعت الناس تعاملك بقاعده غير اللي بتسري. ووقتها قلت لفيتوريا انت اللي سمحت، وزي ما سمحت مع نادي الزمالك يبقى حق النادي الاهلي لما يتحط في موقف يطبق ده، وما تجيش وقتها تقول لا ده اخر موقف، مش اخر موقف بمزاجك انت، انت اللي بتحط القاعده. والاهم يا كابتن حازم، ما تفعله هو احد الاسباب اللي فعلا هتدمر كره القدم المصريه. ان اجي انا انتقد لجان الاتحاد الداخليه عشان كهربا وعشان عقوبه كهربا، بس اتفرج على واقعه زيزو ودونجا ما شفتش، ما فيش تحليق واحد يطلع خالص. طب المعيار ايه؟ المعيار لون الفانيلا الحمراء اللي واضح ان هي عامله مشكله كبيره جدا، واضح ان هي عامله، مع ان الاهلي كان كريم معاك جدا في مواقف سابقه وانت عارفها كويس جدا، مش مفترض ان يكون ده رد الفعل بعدها. باهر المحمدي وقعت حسين الشحات تطلع وتتكلم، وانا ما الاخلاق واللي حصل وحسين الشحات وما ينفعش والمشهد اللي شفناه، مع ان قبلها وقعه بتحصل يعني من باهر المحمدي مع هاني انا اسف مفيش اي تعليق، انما حسين الشحات مع الشيبي تطلع تتكلم. اللي انت بتعمله ده صدقني من احد اسباب اللي احنا وصلنا له. وانا بقولها لك، الكره المصريه لا تدار من الفواصل، الكره المصريه لا تدار في استوديوهات هنا وهنا وهنا وفي الفواصل اشوف ايه اللي بيحصل واطلع اعمل مداخله ارمي فيها على الاهلي.